اكتر حد بتكلمه في النادي الاهلي من اللعيبه وليد سليمان مواليد بطل، خلينا في اللي موجودين اللي موجودين في النادي الاهلي. انا عارف العلاقه اللي بينك وبين وليد، انا لا جدا. طبعا اخويا وحبيبي، في اوضه واحده على طول الفتره اللي احنا كنا بنلعب فيها. لا كلهم والله، يعني مروان عطيه، يعني مروان عطيه كل حاجه قلتها له عملها. انت مروان كان معاك في الاتحاد، كان معايا في الاتحاد، جه سالك قال لك النادي الاهلي كلمني. كنت انا لا خلاص كنت انا ما كنتش بقيت موجود في الاتحاد، لكن كلمك في التليفون قال لك انا عندي عرض من الاهلي. كلمني وقال انا عندي عرض من الاهلي. قلت له ما تفكرش ما تفكرش ما تفكرش وانت هتبقى كويس. ولما كنت بلعب انا وهو مثلا او في التمرين، كنت بقول له على حاجات بخصوص نص الملعب، لو عملتها ده قبل هتبقى ما في حته يظهر تانية، النادي الاهلي في قبل السكه. ما يروح النادي الاهلي هتبقى في حته تانية خالص. وكل اللي انا قلته كنت له حاسه وانت في نادي الاتحاد انه لعيب لا جامد. كويس كويس جدا، عنده لعيب الكوره بيتعرف من الاستلام والباص. ايوه عنده الاستلام كويس والباص كويس، وعنده حته الرؤيه ما كانتش عنده. بس انا قلت له، لازم لما تيجي تلعب او لما تيجي تستلم الكوره، البوزيشن بتاعك لازم يخليك شايف الملعب كله. نعم، حته اللي انت مثلا تيجي لك الكوره لازم تبقى محضر. لعيب الكوره كويس يا كابتن شوبير لازم يبقى محضر، هيفرق مع الفرقه وهيفرق مع نفسه كمان، اللي هو يبقى محضر اللعب. دي حاجه هتعليه طبعا.